حصل مشاكل مع جوزها وراحت بيت اهلها، فرجعت اشترطوا ان هو يكتب قايمه جديده، فلما رجعوا هو ما ارتضاش الوضع، طلقها واداها القايمه الجديده. بتقول هل حلال ولا حرام اللي حصل؟ طالما خلاص تم الاتفاق على هذا والتراضي مفيش بأس، مفيش حرمة هنا يعني. نعم، عشان كان يعني في ما اتفاق. دام ان هو ما دام هو كتب لها باختياره سواء من تلقاء نفسه او بناء على اتفاق، خلاص مفيش إثم ان انا اخد الحاجة اللي اعطيت لي. نعم.